يبقى ممكن أسألك سؤال؟ قول ايش عندك؟ ليش تبي تطلق أحلام؟ السالفة دي ما أبي أتكلم فيها مرة ثانية. بس أحلام مظلومة. أنت تقولي هالكلام؟ توقعتك أكثر وحدة راح تنبسطين، مو بذا الشيء اللي كنت تبينه من زمان؟ يبا إذا تبي تطلقها لأني ما قدرت أتقبلها فأنا أوعدك أني أحاول، يمكن أقدر أحبها. طبعا إذا أنت بتعطيها فرصة ثانية يصير خير، يصير خير. بسببك أنا قاعدة أظلم أمي، وقفت قدام أبوي وترجيت أنه ما يطلق الحرمة اللي أخذت مكانها. أنت اللي ظلمتي نفسك وظلمتي أمي، ديم أنت غلطتي. وليش كان عقابك أكبر من غلطتي؟ أنا ما عاقبتك، ولو بعاقبك بفضح سواتك. إذا كنت تحسبين أبوك يبي يطلق أحلام بسبب اللي صار فأنت غلطانة. أبوك من الأساس ما يبيها ويدور أي فرصة أنه هو يتخلص منها، وأنا عطيتها هذه الفرصة، بس أنت ضيعتيها علي وعليه. أنا سويت اللي أنت طلبتيه مني وقلت له لا يطلقها، ووعدت أني أحاول أحبها، وهذا أكثر شيء أنا ممكن أقدر أسويه. بس لا تتوقعين أبوك راح يتراجع، أحلام راح تطلق. خويتك وطلعت من المستشفى والدكتور عامر إجازة. خير، وش اللي جابك؟ وانت اشتخلك ليكون المستشفى حلال أبوك وأنا ما أعرف. هيفا، إيش عندك في المستشفى؟ هلا هلا خالتي. أبد، بس كانت صاحبتي تعبانة وجيت أزورها، قالوا لي إنها طلعت. تعالي معي على مكتبي. خالتي أجل، رحت بيتك ما لقيتك، توقعت ألاقيك هنا. وشو؟ تركتيه للبيت ولا طردك بعد ما طلقك؟